حسنا، هل سنتحدث عن تحول الولد لدب؟ أجل، ما رأيك؟ ليس الآن، علينا إصلاح أخشاب المأوى والعودة للمنزل. ما الذي حدث لأخشاب المأوى؟ فعلت ذلك. أنت تلومني؟ لا ألومك يا إدريوس. حسنا، نبرتك تفعل. يا أبي الآن نيستا غاز آخر كسارا بخلاف موهبتك في اللغات وسماع أفكار المخلوقات، أهناك أي قدرات سحرية جديدة أخرى لتكشفها؟ ليس حقا. ماذا عن فينرير؟ ماذا عنه؟ عندما مات ألقيت تعويذة. لا، لم أفعل. ولكني رأيت ضوءا. لا أدري عما تتحدث. خدعة الشتاء العظيم ربما. أخذت نصيبا. موقعنا الآن. ما هذه الدماء؟ دماؤك إدريوس. حقا؟ إما ذلك أو أي فريسة كنت تسحبها على ما أعتقد. لم يمنحني شعورا أفضل. هذه العواقب أهم. ماذا نفعل؟ لا شيء، الطبيعة ستتصرف. العاصفة القادمة. أليس الجو بارداً؟ أوشكنا على الوصول. غاز يساراً. كان الأمر هكذا طوال الليل. كانوا داخل الأخشاب حين أصلحتها.
أحياناً أتمنى لو أن معبد تير يعمل لكي نخرج من ميدغارد. يقال إن الشتاء العظيم يؤثر على العوالم. حسناً، لكن كيف ستسوء الأمور أكثر؟ سفانا، أنت لست خائفة، أنت شجاعة، فتاة شجاعة ورائعة. صحيح، يعاملهم جيداً، لست متفاجئاً. أتريوس، كنت أطمئن إلى السرير. علم. مقارنة بأمسيات أخرى، كانت ليلة مليئة بالأحداث، لكن أقر أنها كالأيام الخوالي. ثلاثتنا نتجول في رقعة لم تكتشف بعد من الغابة. لم تجلس معنا منذ فترة، إن كان هذا ما تقصده. أوه، أنا متعب فحسب. رؤية صيد غزالة واحدة كرؤيتها كلها. كيف تشعر بالتعب وأنت لا تنام قط؟ هناك أنواع أخرى من التعب، ستفهم عندما تكبر. لننال راحة كافية يا أخوي، الأمور أجمل دائما في الصباح. ذلك الصوت قوسك. أن أدخل. أحمل خمرا. لن تجد متعة في صحبتي. متأكد أنه يمكننا التحدث عن الكثير. مكان لطيف. لما لم تقل قبل أن أسكب؟ لما أنت هنا؟ أحاول التأدب.
تبدو شخصا هادئا وعاقلا كما أرى. هل أنت شخص هادئ وعاقل؟ إذا كان الموقف يستدعي الهدوء. برأيي يستدعي الموقف الهدوء. أجل. تعرف من أنا؟ قبل أن يحل الشتاء وقع بعض سوء الفهم على نحو مؤسف، وأظن لدينا تصور أفضل عمن نتعامل معه. والآن ماذا فعلت بأولاده؟ دفاع عن النفس؟ الأسير يعيشون للموت، وصدقا كانوا بلا فائدة نوعا ما. لكن بالدور كان ذا قيمة، أفضل متتبع لدي والأقرب. أجل صحيح أنه قد جن، لكن له فوائده، وها قد رحل بسببك. أتفهمني؟ أنت لديك دين ولم تعد مرحا. ماذا تريد؟ ماذا عن السلام؟ ما رأيك بإحلال السلام يا إله؟ الحرب، المتقاعد، لنتوقف عن قتل بعضنا، وأن تبقى بالديار وتسترخي، وألا تسعى لخصومة معي، ولن أسعى لخصومتك. وبالطبع هذا يعني أنه على ذلك الصغير ألا يبحث عن تير. أجل، نعلم ما كنت تنوي فعله، كفى. أساليب تير قد هلكت، وهو هلك أيضاً، هل تفهم؟ حينها سنكون متعادلين، بل سأحسن الاتفاق لتحتفظ بالسجين الذي أعلم أنك هربته. هذا صحيح، أعلم أنك هنا في مكان ما أيها اللعين. لما قد نصدق ما تقوله؟ ومتى كان لوعودك أي قيمة؟ ها هو شريكي القديم في كل جرم. خف وزنه. وإن قال إن الثلج أبيض فهو كاذب. ألا تتمتع بالحكمة؟ ألا يمكن لأذكى رأس ألا يكون أنانياً؟ ألا ترى أننا نريد نفس الشيء؟ إليك اتفاقاً ستثق به. سأسوي دينك مع طليقتي. لن تقلق بشأن فريا، وابنك ستبقيه آمنا. هذا ما تريده، صحيح؟ فما رأيك؟ لا، فلتنجز الأمر. أجل، آن الأوان. كنت أنتظر ذلك. أنت غريب عن لدينا تقليد يدعى ثغر الدم، يعني أن أقتص منك مقابل ما سلبته من عائلتي. ستفهم. أه.
الآن أرني قاتل الآلهة الذي سمعت عنه. ألا يمكنك القتال دون فأسك جبان؟ لم أسعى للقتال مع أخيك. لا يهمني. كيف كنت إله الحرب أساسا؟ تعرف ماضية؟ شيء أشبه بشبح سبارتا. أجل، إذا تعرف ما يسمي فعله. الآن نتقاتل. رجوت أن أرى نصلي، أظن لا يأتيانك النداء. تكبح ضرباتك، لما؟ تهينني بكبح ضرباتك هكذا. أعتذر عن تمثالك يا تير أيها المسن الواعي. لا يعد قتالا إذا لم تقاتل. ولدك هاجمانا أولا. أرني الوحش الكامن فيك. كان حظا، مات ولدي بسبب حظ لعين أعمى. أظن أنك ستأتي وتلعب دور الأب وتبدأ من جديد. لا تسير الأمور هكذا، أنت مدمر بكل. هولا، أنا من أحدد النهاية. لن أذهب حتى أرى حقيقتك. انهض. لن يهزمني.
أن هذا ما ولدي. أرني قوتك الحقيقية. هذا هو الإله الذي قتل الآلهة لأنهم جرحوا مشاعره. أرى الآن لما ولدي سقط أمامك حتى وأنت في النسخة البائسة منك، لكن أنا لست كولدي، وابنك هذا الأب الأكبر لديه خطط لها. ها هو ذا إله الحرب. سددت دينك الدموي، أراك لاحقا. أخبرتك بنجاحي ليتوس. إننا سندري وبروك. كان قتالا عنيفا. أيمكننا المنزل الآن؟ أذن مع أتريوس. أوه لا، سوف أجهز البوابة. هيا، المسافة قصيرة. جيد أنك تكون صداقات جديدة، أليست هذه ميولنير القوية؟ تعلم أننا صنعنا تلك المطرقة. لقد ذكرت ذلك. أعلم ذلك، لم أكن متأكدا أنك كنت تستمع. كان من الجيد رؤية الفأس تصمت. هذا هو الغرض منها نوعا ما. جاهزون، ستوصلكم للديار. لا فائدة من تجربة بايفروست للتنقل بين العوالم، فأودن أحكم إغلاقها، ألم تلاحظ؟ شيء واحد أخير يا صغير، إذا وصل الإيسير إلى منزلك فأظن أن أخشاب المأوى خاصتك معطوبة. هل لديك مكان الليلة لتضع فيه رأسك على وسادة بعد الانتهاء من أودن؟ وأنا لا أقصد ذلك الثرثار. لن أغادر منزلي. حقا؟ وما الذي سيوقفه عن التجسس عليك أو تحويل منزلك إلى شظايا وأنتم نائمون؟ لا شيء، هذا هو الأمر. إلحق بولدك، وسوف أتحدث إلى أحدهم بشأن إيوائك مؤقتاً. كنت سأبحث عنك. تأذيت؟ ماذا عنك؟ ماذا أراد؟ دفع ثمن السطح و دعاني إلى أسغارد. حقا؟ لم أسمعك بمجرد خروجك. قلت لا. بوضوح. جيد، لماذا تبحث عن تير؟ إن أخبرتك بذلك لكنت سترفض. فأخفيت الحقيقة عني. أردت إخبارك، أردت حقا، لكن بما أنك عرفت سأريك شيئا. لا، ثق بي وسترى. حطمت ثقتي فيك. دعني أستردها، سأريك ما وجدته. كما أننا في النهاية لم نرى أودن أو ثور، كما أنه يمكنهما الدخول وتدمير منزلنا متى أرادا. هناك طريقة لإبعادهما.
وأظنني أعرفها. سيدي، أرني، اجمع أشياءك. أنت جاهز؟ اذهب. واحتفظ بالباقي أيها الوغد. إلى أين سنذهب؟ للمعبد في وايلدوود. لماذا؟ سيوضح الأمر حين نصل هناك. هل قال أودين شيئاً وأنت بالخارج؟ أجل، قال إنه لم يعد يكترث لأمر يوتنهايم، وليحتفظ العمالقة بأسرارهم. سيتجنب راجناروك بطريقته. أيعرف أن جميع العمالقة ماتوا؟ ما يقلقني أنه لم يعد يهتم لذلك. على ما يلوم. ماذا حدث هنا؟ قريب جدا من المنزل. أيحارب الغزاة بعضهم بعضا؟ ليست سهامهم، هناك شيء آخر. المزيد هنا وحديثة. هل دخلوا وقت انهيار الأخشاب؟ إما ذلك أو أن أودين قد أرسل تعويذة الحماية. اقتربنا من الجسر. يبدو أن الجسر تداعى، فلنعثر على طريق آخر إلى المعبد. ماذا جاء بك وحدك إلى هنا يا فتى؟ راودتني أحلام، استدعتني لهنا. أحلام؟ واو، هذا ما زال حيا. لا، انظر عن قرب. هذا تفاؤل أن نظن أن عدوهم سيصبح صديقنا. ماذا؟
اللعنة يا أخي، ماذا كان هذا؟ شيء قوي وخطير، استعد. أو أجل، أنا مستعد دائما. متى تداعى هذا الجسر؟ أوه، منذ مدة، لم يكن أنا. أتذكر حين قلت إن هناك من لديه إجابات حول العمالقة ولوكي؟ تقصد تير، إله الحرب القديمة في تلك الأراضي، الميت. بالنسبة لرجل ميت، يبدو أن أودن حريص على ألا يتم إيجاده. حقاً، إنه يعلم أن تير يمكنه توحيد العوالم ضده، كما أن تير حليف للعمالقة، لذا... كفى. غازل يسارك. هذا العمود لم يكن في الطريق آخر مرة. كما كنت أقول، كان تير حليفاً للعمالقة، لذلك سيكون في صفنا إذا وجدناه. ولو هناك من يعلم من أنا، فسيكون هو. لو هو بالجوار، فسنبحث عنه. وكيف لا نفعل؟ هذه احتمالات كثيرة يا إتريوس، ما الذي تعرفه؟ سترى قريبا. أتخيل ما وجده الفتاة، ولكنه يقول إن معه دليل. لقد قطعنا كل هذا الشوط، فلنرى ما الأمر. موتى كثر، علينا أن نتحرك. فات الأوان. أبي، استخدم النظام، أحرقهم.
أليس رائعاً أن الشتاء العظيم أفسد كل السحر المفيد الذي اكتسبناه؟ لكن الأهوال الجديدة تزدهر نوعاً ما كما هو متوقع. اقتل رجل الشتاء. أجل، صحيح، ترى من يقصدون. لنتسلق. هيا بنا. لقد تحسن إلى حد كبير. مشهد مروع. يسارا. رأيت نصيبي من سفك الدماء، ولكن هذا كثير للغاية. أبي، ليكم متربص، انتبه يا أخي، أظننا وجدنا المفترس الذي نبحث عنه. قرونه تتوهج، لعلها نقطة ضعف. كسرت درعك يا أخي، هل لا تواصل التحرك؟ وضح الكيل، اقتحام الشتاء العظيم وفريا والغزاة وثور وأودن ومتربصون يفترسون غابتنا، لم يعد هذا مأوى آمنا. أبي، الدرع التي منحتها أمي لك. ثور دمرها، ولكن الآن ربما يمكن للأقزام أن يروه. ربما لاحقا. هيا فلندخل من هنا. ها.
لما نحن هنا يا أتريس؟ حسناً، أتتذكر كل الأضرحة التي وجدناها؟ وكانت تروي قصص العمالقة، تحكي اللوحة اليسرى قصتهم واليمنى مصيرهم. أجل، وجدنا الكثير، رأيتها. في الواقع تطوي أكثر مما أدركنا. العمود المنهار جديد، ولكن الضريح على الجانب الآخر. سيساعدنا. فلنذهب. هيا. الأشياء تنهار على نحو منتظم في هذه الأنحاء. الشتاء العظيم يدمر كل شيء، حتى الحجارة. ريان، هذا غير معتاد. هيا إتريوس، مهلا. لا أظنه سينتظر. ما هذا يا فتى؟ أين نحن؟ في مكان يراه العمالقة فقط. هذه الأضرحة تحكي قصتهم، لكن يبدو أن القصص الحقيقية، القصص السرية، مخبأة هنا بالداخل. أتذكر قصة سكول وهاتي العمالقة الذئاب؟ أصرهما أودن لظنه بأنهما سيساعدانه عندما تبدأ سيطرته على راجناروك. أتذكر. هذه ليست كل القصة. هذا يبين أن العمالقة حرروا سكول وهاتي. أهم أحرار؟ أنحن بالماضي أم المستقبل؟ حسب نظرتك لها. يتحدث كعملاق. أترى الذئاب بأمان في مكان ما في فينهايم؟ ليس أول مكان سيبحث فيه أودن. هناك يطاردون الشمس والقمر. عادات قديمة. حتى انظر، تمت سرقة القمر بطريقة ما. أترياس، أترى لم يعد هناك ما يطارده هاتي. يقال إن السرقة السماوية جريمة بلا ضحايا. لست متأكدا من هذا الذي جاء وأنقذ القمر ثم حجب القمر الشمس. كسوف كلي، لم أرى مثله منذ مئات من فصول الشتاء. ثم طاردوا سهماً وعادت الأمور إلى طبيعتها. ما علاقة كل ذلك ب... سنتطرق لهذا. انظر، ها هي راجناروك. هل ترى من يقود الجيوش ضد أودن؟ هذا هو تيج. إذا كان موجوداً في راجناروك فهذا يعني أنه على قيد الحياة، صحيح؟ ميمير، أيمكن هذا؟ أخبرني أودن أنه قتل تير وكان يثق بي ذلك الوقت، أو هكذا ظننت. ماذا لو لم يكن قتله؟ ماذا لو كان احتجزه في مكان ما طوال هذا الوقت؟ عدنا للاحتمالات، كفى. مهلا، سنعود إلى المنزل. مهلا، بقي شيء واحد لكي تراه، إنه هناك. ما هذا؟ كل ما وجدته، كله تقريبا. هذه من صنع العمالقة. ذهبت إلى يوتنهايم؟ لا، وجدتها بأحد الأضرحة. أحد الأضرحة؟ كم ضريحا زرت؟ أنا حسنا، جميعها؟ ما وصلت إليها في ميدغارد على الأقل.
لا أعرف ما هذه، لكن مهمة كحالي كل هذا. حين كنت في أحد الأضرحة رأيت صورة تير في الأسر، لكن لم أعرف أين. تم تلميحات بالأضرحة تشير لدخان أسود ونزيف الأرض، لكن لم يسعنا التبين. يسعنا. سندري كان يساعدني. اسمع، أنا أقنعته. لم تكن فكرته. كنت أحتاج إلى من يحميني. دخان أسود، أرض نازفة، سجن موسبلهايم. لا أظن. أودن لا ذكر له في العوالم البدائية، لكن الأرض النازفة أظنه منجماً. أهو عالم الأقزام؟ سفارتلفاين اقتراح جيد. مناجمهم دخانها أسود، وكانوا تحت إمرة أودن لزمن طويل جداً. قضي الأمر. تير موجود في سفارتلفاين في منجم ما. إذن ما العمل؟ الديار